أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها للحديث عن الذكرى 54 لثورة 26 من سبتمبر ودور هذه المناسبة الخالدة في إعادة صياغة الروح الوطنية وانعكاسها على الواقع في مقاومة إعادة إنتاج مشروع الإمامة عن طريق تحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع. بعد مرور 54 عاما وجد اليمنيون أنفسهم لا يزالون في خندق الدفاع عن ثورتهم الأم، وبعد مرور كل هذه السنين لا يزال اليمنيون يناضلون من أجل تحقيق أهداف ثورة سبتمبر التي تعرضت للعديد من محاولات الالتفاف، لعل أهمها ما تعرضت له إبان حكم المخلوع صالح الذي جعل منها مناسبة هامشية يستغلها في توطيد حكمه ومحو تضحيات من قاموا بها واحتكار إنجازها لشخصه. وعندما عجز عن تحقيق مراده عاد ليقود حربا على اليمنيين بالتحالف مع أولئك الذين يرون بأن ثورة الشعب سلبت حقهم الإلهي في الحكم، لتكون حرب الشعب هذه المرة دفاعا عن الحياة وخمسين عاما من الجمهورية، وتكون المناسبة هذا العام مختلفة تماما عن سابقاتها، فقد عاد الشعب مجددا لاستلهام روح سبتمبر في موجة حرب ضد الميليشيا الانقلابية. الذكرى 54 للثورة ودورها في إعادة صياغة الروح الوطنية سنناقشها في محورين: المحاولات المتكررة للالتفاف على ثورة الشعب وأثر هذه المناسبة في استعادة الروح السبتمبرية ووهج الجمهورية في مقاومة مشروع الميليشيا الانقلابية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يتحسسون الفرح وسط الظلام والحرب، هكذا تبدو صورة في احتفالات المواطنين بالذكرى 54 للثورة اليمنية. 54 عاما هي مقدار جيل ونصف، وهي في الأساس عمر سبتمبر المجيد، حيث ظل اليمنيون يناضلون من أجل الخروج إلى بر الأمان، لكن المتربصين بالثورة وبسبتمبر نفسه على وجه الخصوص يحاولون دفعه إلى الخلف. مرة ينقلبون على الدولة، وأخرى يشنون حربا ضد أبنائها وطلابها. وبين هذه وتلك تتوقد مشاعر الجمهورية في هذه المناسبة من كل عام، وتنبعث معها روح الثورة الخالدة، روح التضحية الأولى التي سطر آياتها أبطال سبتمبريون عظماء نالوا شرف السبق في مضمار الحرية. تتوقد ذكرى سبتمبر في قلوب اليمنيين قبل محافلهم، تكشف الصورة هنا في تعز ومأرب وغيرها من المحافظات. إنه تأريخ متخصص بإفساد مزاج الراغبين بالانقلابات ولصوص المشاريع الجمهورية. من ذهبوا يعيدون تحالفاتهم على أسس جهوية وفئوية ضيقة ففشلوا. ذكرى الجمهورية ببساطة هي إعادة صياغة التأريخ وإعادة إنتاج الذات اليمنية، لذلك يعيد سبتمبر للحياة ألقها كل عام وكل ذكرى. على إيقاع أنغام أيوب طارش، الصوت الذي يرافق اليمنيين في أبرز منعطف تاريخي، يذهبون لقياس منسوب الشغف بهذا العيد المجيد من عدمه. فائض الوطن في سبتمبر وفائض سبتمبر بالوطن هو الحد الفاصل بين من يعظمون هذا اليوم وبين من يتململون منه. فالخيط الرفيع هو جمهورية عمرها يفوق خمسة عقود وآلاف من الشهداء خلدهم التاريخ بأحرف من نور. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي من محافظة تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الهادي. ربما هذا العام كان الزخم في الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر على غير العادة في السنوات الماضية، برأيك لماذا هذا التغير الكبير والجذري من قبل أبناء الشعب اليمني بالاحتفال بهذه الذكرى؟ التغير الجذري، الأوضاع التي تعيشها البلد اليوم تقريبا هناك حالة من الاختلاف التي تستدعي استجماع قوى الناس وبالتالي الخطر المحدق باتجاه البلد من حالة الانقلاب وحالة الحرب، جعلت الناس
تستدعي ذكرى قبل 54 عاما، ذكرى ثورة 26 سبتمبر. هنالك ما اعتبره الشارع تقريبا بشكل عام، نحن كمراقبين نرى أن الشارع كان يرى أن الخطر يتجه نحو الجمهورية بشكل عام كنظام، أولا قبل أن تكون هناك مسألة انقلاب. الانقلاب كان على الجمهورية وعلى طريقة تولي مقاليد السلطة على أهداف 26 سبتمبر، التي قسما منها ظلت مرحلة ولم يجري تنفيذها، وما نفذ منها كان على خطر أو على حافة الخطر كالوحدة السياسية للبلد ككيان سياسي، وأيضا الإنجازات التي تعرض لها الناس. لم يظهر أن هناك جيش وطني وأننا بحاجة لإعادة بناء جيش بعد 54 عام. نعم، هل كان يجهل اليمنيون عظمة هذه الثورة وحجم التضحيات الجسام الذي قدمها ثوار 26 سبتمبر؟ لا أعتقد أن الجيل الذي عاش الحدث كان يجهل عظمة هذه الثورة ولا عظمة التضحيات، لكن الجيل الشاب لم يطرح على محل احتكاك. الثورة ليست فعل، لكن الثورة إنجاز بحد ذاتها ومسيرة تغير. هناك تعثرات تعثرت في الثورة، وهنا قوى ساهمت بشكل كبير في هذا التعثر، وأتى في نهاية المطاف من يريد أن يبتلع نصف قرنين بكل ما له من صفات ومحاسن يبتلعه ويؤوله إلى عملية شخصية له بحالة الانقلاب والالتفاف القائم. استدعت أن تستجمع الناس قواها، والإنسان عندما يطرح على حافة الخطر تتبدى كل قدراته الحقيقية ويستجمع ماضيه وتاريخه ليقوي نفسه وموقفه، ويتم استدعاء الماضي ليس للماضي لكن استدعاء الذكرى من أجل قياس ما أنجز وما لم ينجز، وهل لازمنا عند المرحلة الأولى؟ يبدو أننا لا نزال عند المرحلة الأولى وهي تثبيت الجمهورية. نعم، طيب أستاذ عبد الهادي تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث الأستاذ الباحث السياسي نبيل البوكيري من إسطنبول. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ولضيفك الكرام وللشعب اليمني العظيم في هذه المناسبة العظيمة. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. ربما الكثير يتحدث بأن الجيل الجديد لجيل الجمهورية لم يكن يعني على دراية كبيرة وعلم كبير بحجم التضحيات التي ضحى من أجلها يعني ثوار سبتمبر ضد الحكم الكهنوتي الإمامي، ويعني ما هو السبب الذي جعل ربما هذا الجيل لا يدرك قيمة وحجم التضحيات الكبيرة لثورة سبتمبر وأهمية سبتمبر وانتقال اليمن من حكم الملكية إلى الجمهورية؟ بداية أنا باعتقادي أنه من أهم الإشكاليات الكبيرة التي عملت أو أدخلتنا في مرحلة انقطاع تاريخي عن جذور سبتمبر وعن أهداف سبتمبر وعظمة سبتمبر هي مرحلة الاختطاف لسبتمبر وجهود الأبطال والأحرار الذين سطروا تلك الملحمة. تم اختطاف جمهورية سبتمبر مع ما سمي بالمصالحة الوطنية ومصالحة الجمهورية الملكية في سبعينات القرن الماضي، تلك المحطة التي أعادت تدوير الملكية تحت الطير وتحت الراية الجمهورية وتحت جمهورية سبتمبر. أنا باعتقادي كل ما تم بعد تلك المصالحة هو إنتاج حكم جمهوري ممسوخ أو ملكي بثياب جمهورية، وبعد ذلك أيضا كل الذين أتوا في تلك المرحلة حاكمين في ما بعد تلك المرحلة، وخاصة الثلاثة العقود التي قضاها الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح، كلها كانت عملية تشويه ممنهج وعملية خلق فجوة كبيرة بين هذه الأجيال وبين تلك الثورة الأم، الثورة الكبرى في حياة اليمنيين. تلك مرحلة القطيعة تلك هي التي ولدت هذا الفراغ الهائل والكبير الذي جعل اليمنيون يغفلون عن عظمة سبتمبر ويفرطون فيها في لحظة ممنهجة تم الاشتغال عليها على مدى أكثر من 50 عاما حتى وصلوا إلى لحظة 21 سبتمبر أيلول 2014 المشؤومة التي تمكنوا من خلالها من العودة مجددا. لكن باعتقادي أنه هذه المرحلة وهذه المحطة ليست سوى محطة من محطات سبتمبر، وهي محطة ربما ستكون الأخيرة
لاستعادة هذه الجمهورية والحفاظ عليها. نعم. أفضل مما كان. كيف استطاع النظام السابق نظام الرئيس المخلوع أن يجهل جيل سبتمبر بعظمة هذا الحدث التاريخي العظيم أستاذ نبيل؟ يا سيدي نحن أمام عصابة كانت تحكم، هذه العصابة تمكنت من إعادة صياغة مناهج الدراسة وإعادة صياغة ومسخ جيل لا علاقة له بسبتمبر، جيل يتخذ من سبتمبر نوع من المحطات العادية والتي لا تعني له شيئا بقدر ما تعني احتفائية نخبوية لجيل جديد كان يحكم على أنقاض سبتمبر الحقيقية ويحكم بمفاهيم ومبادئ تعاكس وتعارض بالضرورة مبادئ سبتمبر العظيمة التي لم يتحقق منها شيئا سوى شيئا نقيضا لها. نعم. وبالتالي هذه الاشتغال على مفهوم تجهيل النظام أو تجهيل الأجيال من خلال مؤسسة التعليم ومن خلال مؤسسة الإعلام التي كانت عبارة عن بوق لتزييف الحقائق التاريخية وتجهيل المجتمع بخلق جيل مزيف وفاقد للوعي وفاقد للإدراك والاستبصار بأهمية سبتمبر وأهمية هذه الثورة، ثورة الألف عام التي ضحمنا لأجلها اليمن طوالا. نعم. نعم أستاذ نبيل، نعم نشرك معنا في الحديث الباحث السياسي الأستاذ سليم الجلال، مرحبا بك أستاذ سليم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ سليم، يعني كان لك العديد من كتاباتك في ذكرى سبتمبر وتحدثت عن عظمة سبتمبر، ما هي العظمة التي قصدتها؟ ضعنا بصورة ما تقصد في كلامك. عظمة سبتمبر تكمن في أنها أعادت اليمن إلى مسار التاريخ بعد فوات وموات حضاري حدث في الفترات الماضية أو طوال أكثر من 1200 سنة، طوال فترة حكم الأئمة إلى ما قبل ذلك حكم طائفة الأبناء الفرس الدان الأرضي والفارسي ما قبل الإسلام. فعظمة 26 سبتمبر تكمن في أن هذه الثورة أعادت اليمن إلى أصل التاريخ وأدخلته في صلبه بعد أن خرج من التاريخ تماما وكان في لحظة موت تاريخي ومجتمعي مزمن. هذه نقطة. النقطة الثانية أن عظمة سبتمبر كما يقول البرادوني أن عظمة أي ثورة تكمن في منازعة أو في الثورة المضادة. نعم. فلازمنا اليوم نعيش هذا الحدث وطوال فترة 54 عاما نجد أن الثورة المضادة لا زالت تتربص في هذه الثورة العظيمة، معناه أنه قوة الثورة 26 سبتمبر وهذه أحد العظمة. نعم. الثالث نعم الصوت يتقطع. نعم نسمعك أستاذ سليم. وتقطع للصوت. نسمعك بوضوح أستاذ سليم. نعم. الثالث نعم أن عظمة سبتمبر تكمن في أنها خلقت أجيال بالملايين لا تعرف إلا ثورة سبتمبر وأكتوبر وما بعدها من وحدة وثورات من أكشفت لحد من القطيعة تماما. نعم. صحيح أن القطيعة حدثت لكن دون التأسيس أو الحامل السياسي والمشروع للدولة والمشروع للمستقبل وللدولة الديمقراطية وللجيش كما هي أهداف ثورة 29 سبتمبر لم تتجسد. وإذا كانت هذه الثورة هي بمثابة عظمة تامة حيث هي وجود بلا عدم وحياة بلا موت. نعم. طيب هذه الأجيال التي نعم. طيب أستاذ سليم، نعم أستاذ سليم، الالتفاف الآن الشعبي والشبابي والجماهيري الواسع بالاحتفاء بثورة 26 من سبتمبر هذه المرة بدأ مختلفا عن كل المرات، سر هذا الاحتفاء الشعبي الكبير من وجهة نظرك؟ بالطبع لقد أعادت هذا الاحتفاء الكبير والذي يظهر على أجيال سبتمبر وهي بالملايين والتي لم تعش أحداث الإمامة ولا راعها ما كان يصنع عن الإمامة وأبنائهم، فنجد أن هذا الاحتفاء يجسد عظمة سبتمبر في النفوس
وعظمته لدى هؤلاء الناس مجتمعين، حيث انهم كان رغم ان الثوره في كموضع جيوستراتيجي لليمن حدثت في موضع جيوستراتيجي حاد الحساسيه، حيث ان اي تغيير في الدنيا السياسيه الداخليه لليمن يحدث تغيير على المستوى الاقليمي والدولي. فرغم كل هذه الصعوبات ورغم كل هذه الابعاد الاقليميه والدوليه، لكنها استطاعت ان تنتشل اليمن من رهاب التخلف والموت التاريخي الى سكه المستقبل وبنيان ودوره المستقبل والحاضر والعصرنا. كما ان من عظمه سبتمبر نجد ان سر هذا الاحتفاء انها تزاوجت بين الاصاله والمعاصره، فلم تكن تلك الاصاله والمعاصره كما هو حادث بالتضاد كنجار ايديولوجي وصراع ايديولوجي هو واهم فيما كان على اساس ان الثوره ستاتي منافيه للديم والعادات اليمنيه والروح الحضاريه التي تؤمن بها وللمحيط العربي. نجد هذا الكلام غير صحيح تماما. نعم. وهو يروم التشويش على هذه الثوره الاصيله التي جاءت من الروح اليمنيه الاصيله والعظيمه والمتجدده، حيث تزاوجت بين الاصاله والمعاصره وحاولت تجاوز والخروج للملل. نعم. في نقطه لو تكرمت، في ان في المتحدث السابق واعتذر انه ما نعم الحق اسمه، قال ان الشعب ضيع الثوره. الشعب لم يضيع الثوره، ومصالحه عام 70 سماها الشعب وخرج هادرا ووصفه البرادوني في قصائد نعم كثيره. اذا 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 لم يكن نعم الجملوقيه استاذ سليم. نعم استاذ سليم، اذا اذا كان استاذ سليم الملكيه والجمهوريه ومناضعه. نعم، من اذا من غيبها من وجهه نظرك؟ من غيبها اذا اذا لم يكن الشعب حافظ على هذه الثوره واهدافها، من غيبها وغيب اهدافها واخرجها من مضمونها الذي قامت من اجله؟ احد الاشكالات الرئيسيه في اليمن هي النخب السياسيه، في النخب المجتمعيه، في النخب الثقافيه، في الاقتصاديه، انها لم تاتي من روح الشعب ولم تجسد مناه ولم تحقق آماله وتطلعاته وأهدافه ولم تتمثلها يوما. ولذلك كانت الأنظمة السياسية التي تعاقبت سواء بفترة وكان وأكثر من جسد ذلك هو صالح، أنه تنكر لكل هذه الطموحات ولكل هذه الآمال ولكل هذه التضحيات وحبات العرب المهجورة لليمنيين، تنكر لها تماما سواء في بنية النظام السياسي الذي أصبح جملكي بالاصل او بأديان الامامه التي فطنت الى ان الثوره لا ان ثوره سبتمبر 26 سبتمبر لن نستطيع تجاوزها، واذا لابد ان نتنصر خطابها وان ندخل في سياق هذه الجملوكيه الفعويه التي دمرت اليمن ماضيا وحاضرا ولا تزال ولا يزال المستقبل مشوش امام هذه الاجيال. اشكرك. بسبب هذه الجملوكيه وبسبب هذه الفئات المتسلطه التي نعم لا تؤمن بكل جسارة بهذه الثورة وغيرها من الثورات. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي الأستاذ سليم الجلال، كنت معنا من صنعاء. عودة إلى محافظة تعز مع الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، مستقبل المشروع الجمهوري من وجهة نظرك في ظل الأوضاع الذي يمر الأوضاع التي تمر باليمن هذه الأيام؟ مستقبل المشروع الجمهوري في داخل البلد، أنا أعتقد أن المستقبل لهذا المشروع خصوصا في ظل حالة الاتفاق، هناك اليوم حالة تصحيح لأخطاء تراكمت طوال الفترة الماضية. هذه الأخطاء التي كانت يجب أن تتحرك فيها الجمهورية بعد نصف قرن، كان يجب أن نتحول إلى جمهورية ديمقراطية بدلا من جمهورية الدبابة التي من ضمن أهدافها كان التحول الديمقراطي، أيضا خلق مجتمع ديمقراطي وحسم مسألة المواطنة وهي لم تحسم، أيضا بناء جيش وطني، بناء اقتصاد وطني، هذه أيضا إعادة كرامة الناس بالعيش الكريم، وهذه تبدأ من مسألة المواطنة. نحن لازلنا داخل مشروع سبتمبر مع الأسف الشديد بكل قوة، والثورة عادة لا يمكن تقييمها في نصف قرن، أهداف الشعوب أحيانا قد تمتد لمئة لمئتين عام،
لكن نحن ما زلنا داخل المشروع الجمهوري، وبالتالي احتشاد الناس بهذه الكثافة وهذه القوة يدل على أن الناس لا زالت لديها مقصودا كبيرا أن تناظر باستعادة المشروع الجمهوري، باعتبار أن هذا المشروع هو المشروع الأكثر عقلانية والأكثر انتساب والأكثر قدرة على إعادة توزيع السلطة والثروة بين فئات الشعب، وعدم احتكارها أو حصرها بفئة معينة، وإنهاء مسألة الجلالة والقذافة عن الفئات الحاكمة، بحيث تصبح المسألة إدارة مجتمع بشكل عام. هناك إشكالية فعلا كما قال ذكر الأكثرين في مسألة النخب، وهي إشكالية ربما متوارثة، وعادة الثورات التي تعمل على إعادة هدم النخبة وإعادة بنائها داخل المجتمع هي التي تقود إنجازات كبيرة داخل هذا المجتمع. اليوم يجري إعادة بناء النخبة داخل البلد، ولكن بصورة ليست كاملة. ما زال المشروع الجمهوري هو هدف لجيل سبتمبر الذي هو متواجد اليوم، وهو الجيل الشاب. هؤلاء هم الذين تخرجوا من الجامعات التي أخذت بعد ثورة 23 سبتمبر أو المدارس. هل تعتقد أستاذ عبد الهادي؟ نعم، هل تعتقد أستاذ عبد الهادي؟ نعم، هل تعتقد أستاذ عبد الهادي بأن جيل الجمهورية وجيل سبتمبر الجديد قادر على تصحيح كل الأخطاء التي رافقت ثورة 26 من سبتمبر؟ كل الأخطاء لا يمكن تصحيحها مرة واحدة، لكن عملية التصحيح مستمرة، وهي عملية طويلة بشكل عام، وأيضا تحتاج إلى تغير اقتصادي مرافق لها بشكل كبير. نحن أمام تحديات كيف تعلى مقدمة كل هذه العمليات والتحول الديمقراطي، باعتبار أن روح الجمهورية هي الجانب الديمقراطي، والجانب الديمقراطي مرتكز على الحرية، وبالتالي والحرية مرتكزة أيضا على المواطنة، فهي سلسلة متتالية، وبالتالي قياس إنجازات الثورات بشكل عام يتم أشبه بالعمل التراكمي، أشبه بما يسمى بتصفيات الدوري. هنالك حصد لنقاط يتم مراجعتها كل فترة، وبالتالي تغيير الأولويات. شكرا لك. أولويات لهذا الجيل، وهو أيضا امتداد نفس الثقافة الجمهورية التي تتجسد بإجراء تحول ديمقراطي، بتعزيز الحرية، بحسن المواطنة، ببناء اقتصاد وطني، بحفاظ على الحريات بشكل عام. أشكر جزيل الشكر. الأساسيات التي نظر من أجلها ما يمكن تسميته بالمسار الجمهوري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا. ممتاز. عودة أخيرة للأستاذ الباحث السياسي نبيل البكيري. أستاذ نبيل، الاحتفاء الشعبي ربما بدأ واضحا على غير العادة بشكل قوي جدا، احتفاء اليمنيون، لكن ربما الاحتفاء الرسمي بدأ باهتا ويعني لا يرقى لمستوى حدث سبتمبر، ما رأيك؟ هذه هي المرة الأولى التي يحتفل بها اليمنيون أو يحتفل بسبتمبر اليمنيون كشعب وكأمة، بعيدا عن احتكار هذه الاحتفالية من قبل السلطات الرسمية. هذه الثورة هي ثورة الشعب، وهذه الجمهورية هي جمهورية الشعب، وهذا النضال هو نضال الشعب، وبالتالي حينما تم احتكار هذا النضال وهذه السلطة وهذه الجمهورية من قبل النخب الحاكمة التي عاشت مرحلة مفاصلة مع نضال الشعب خلال 50 عاما، كان احتفاء باهتا، وكان احتفاء مشلولا، وكان احتفاء ناقصا، لأنه كان محتكرا من قبل السلطات الحاكمة ولم يكن يعني الناس بشيء، وكان عبارة عن احتفائية سلطوية بحتة. أما اليوم فهو الشعب صانع هذه الثورة وأبو هذه السلطة وسيدها، هو الذي يقرر وهو الذي يحتفل، وهي المرة الأولى التي عادت سبتمبر إلى أحضان الشعب، وهو الذي سيقرر نعم. مصيرها. أستاذ نبيل لضيق الوقت، اسمح لي أستاذ نبيل سؤال أخير لضيق الوقت، كيف تفسر احتفال الانقلابيين من انقلبوا على سبتمبر وأهداف سبتمبر، وعلى وجه التحديد الرئيس المخلوع الذي سلم الجمهورية والدولة لأحفاد الإمامة، والآن يظهر للاحتفاء في العاصمة صنعاء بهذه المناسبة؟ أستاذ نبيل، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ نبيل البكيري. شكرا جزيلا للأستاذ نبيل البكيري. الشكر للأستاذ عبد الهادي العزعزي، والشكر أيضا للأستاذ سليم الجلال كان معنا من صنعاء. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، في أمان الله.